الأخ المناضل داودي صدمته سيارة الغزاة قرب حي معطل المناضل، ونحن الآن ننقله في سيارة خاصة لأحد المتطوعين لأن سيارة الإسعاف لم تحضر. الأخ الداودي نحن ننقله إلى ذويه إلى أهله في حي الراحة المناضل في سيارة أحد المناضلين الذي تطوع جزاه الله خيرا لحمل المناضل الأخ الداودي. لاحظ الإصابات على قدميه حيث صدمته دهسته سيارة الاحتلال لما يسمى بقوات المساعدة، وليست هي بالمساعدة وبعيدة عن كل المساعدة. نحن الآن في سيارة